فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول: في صباح هذا اليوم يوم عاشوراء وفي الساعة 7 صباحا، يقول في صباح هذا اليوم أي يوم عاشوراء وفي الساعة 7 صباحا، رأيت شخصا لم يعقد نية الصوم من ليلة البارحة ولم يدخل جوفه شيئا إلى الآن من بعد أذان الفجر حتى الساعة 7، فقلت له: أحدث نية الصوم الآن واشرع في صوم عاشوراء، هل يعد له صيام؟ نعم، يجوز نية صيام النفل النهار، ما يخالف إذا صار ما أكل ولا شرب بعد الفجر ونوى الصوم في النهار يجوز، لا بأس.